اهلا وسهلا بنات، مرحبا بكم. فيديو جديده، فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي كوكيز، واحد لا غوسيت ديال لي كوكيز ساهله وبسيطه. هاد لي كوكيز البنات ماشي بحال لي كوكيز اللي كنعرفوا اللي كنديرهم دائما. هادو كيتسموا شيب كوكيز، يعني دايرين بحال لي تشيبس لانهم كيجيو ارقاق ومسطحين، ما كيجيوش غلاط بحال هادوك اللي مولفين كنديرو. غنشارك معكم الوصفه سهله وبسيطه، تقدروا ديروها مع وليداتكم. دابا العطله جايه، تقدروا ديروا مع وليداتكم وتشغلوهم وهكذا تحبوهم في المطبخ ويحاولوا يعتمدوا على راسهم. دونك دائما كتكون يعني كنقولوا نضربوا عصفورين بحجر واحد. غنديروا واحد الوصفه اللي زوينه، غادي ناكلوها كاملين كبار وصغار، وكذلك في نفس الوقت غادي نعودوا وليداتنا انهم يحضروا بعض الحويجات اللي هما كتعجبهم. خليكم معايا، غنشارك معكم الوصفه كامله بالتفصيل كيفاش يجيكم هاد الكوكيز زوينين مقرمشين بحال لي تشيبس، والمذاق ديالهم غزال مع واحد الكويس ديال اتاي او لا الحليب او لا القهوه. نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. غادي نصوب لي كوكيز، واحد لي كوكيز كيجيو غزالين. غنشارك معكم طريقة سهلة وبسيطة. 200 غرام ديال الدقيق، 150 غرام ديال السكر سنيدة، هنا خلطت السكر البني والسكر العادي، نص خمارة أو لا خمارة العادية ديال المغرب، هذه فيها 16 غرام غادي نحتاجو ديال 8 غرام خمارة وحدة أو نص خمارة هذه الكبيرة، فانيلا سكر وحدة، بيضه وحده، 100 غرام ديال الزبده اللي طلقتها شي شويه في الميكرووند، طلقتها شويه في الميكرو. غادي نحتاج لي بيبيت دو شوكولا، غادي ندير جوج الانواع، هذا غادي نديرو مع الخليط وهذا غادي نزين به من الفوق. دونك الا ما عندكمش هذا غادي تاخذوا الشوكولا العاديه وتقطعوها وصافي وديروها مع الخليط باش كيجي غني بالشوكولا، ومن الاحسن ديروا الشوكولا المر. هادو هما الانواع اللي غادي نستعمل مع هذا الخليط. هذا طريقه سهله وبسيطه. راني نوضع السكر، انا خلطت السكر العادي و غوغ السكر أو لا سكر البني، غادي ندير فاني، غادي نوضع بيضة وحدة، غادي نوضع الزبدة، غادي نطرف، غادي نضيف الدقيق، نص خمارة، نزيد شوية بشوية، نخلط غير بالمهل، كنحرك بالسباتيو باش ما يستيرليش الدقيق، ومن بعد عاد ندير الخلاط، نضيف ما تبقى من الدقيق، ندير الخلاط، غادي نضيف 100 غرام من هاد الشوكولا هادي، نخلطها فقط في الايدي ديالي هكا، غادي ناخد بقا ناخد شوية من هاد الخليط هذا وغادي نحطو هكا. نخلي واحد لي سباس بيناتهم، من بعد نحاول نضغط عليه غير شويه هكذا باش ما يجيش منفوخ. صافي كنقبض الشوكولا، عاد كنزيد له هنايا شويه الشوكولا،
الدراري راكم عارفين كيبغيو الشوكولا بزاف، كل ما درتو الشوكولا كل ما يعني كتجي زوينة. عاد راني دخلت فيه الشوكولا بزاف من الداخل، باش فاش كتذوب كتعطي واحد المذاق زوين وكيجي هشيش. صافي غادي نستمر هكذا وغادي نزينو، غادي ندخلو للفران يطيب. الفران راني ديجا شعلاه على درجات الحرارة ديال 180 درجة. نخليه هكذا يلاه كيبقى يعطي داك اللون الذهبي. صافي وكان نجبدو من الفران، يعني ما تخليوهش بزاف باش ما يتحرق لكم، لان غير كياخد اللون غير كيجي مقرمش. صافي وكنحيدوه 10 حتى 15 دقيقة على حسب الفران ديالكم. صافي وندخلو الفران يطيب الحرارة 180 درجة هكاك 10 دقائق حتى 15 دقيقة. بعد ما كيتحمروا لي كوكيز المهم غير تحضروهم، لان على حساب الفران ديال كل وحده فيكم. المهم 10 دقائق لو ماكسيموم، تقدر يطيب لكم حتى اقل ديال هذا الوقت هذا. المهم فاش تشوفوا تحمروا صافي غادي تخرجوهم، لان ما كيحتاجوش طيب بزاف. لي كوكيز ديالنا كيجيو فنين البنات، مقرمشين ومن الداخل داك الشوكولا اللي الداخل فيهم فاش كنهرسوهم كيلقاو داك الشوكولا دايبه، صراحه زوينين مع هكذا واحد الكويس القهوه ولا اتاي ولا الحليب بالشوكولا. بالنسبه للوليدات كيغمسوا فيهم هاد الكوكيز هادو، كيجيو زوينين وكيبقاو لكم واحد المده طويله. تحتفظوا بهم في واحد العلبه اللي تكون محكمه الاغلاق، ومن الاحسن تكون علبه زجاجيه اولا ديال الميتال. هكذا تفرشوا لهم الورق ديال المطبخ اولا البابي دو كويسون، وتغطيهم مزيان وتخليهم كيبقاو لكم واحد المده طويله. صراحه زوينين كيجيو لجميع الاوقات. كنتمنى هاد الوصفه هادي ديال هاد النهار هذا ولا هاد لي كوكيز اللي شاركت معكم يكونوا نالوا اعجابكم واعجاب ديال وليداتكم اكيد. ونلقاكم في وصفه اخرى ان شاء الله، وصفه سريعه ولذيذه. تبقوا على خير.